الكلام على مين؟ الكلام على مين؟ كلام على واضح المية مية، انسى الكلامنجية، الواضح مية مية. سعد الصاير. اللي صاحبه راجل يشاور عليه، اللي صاحبه راجل يا رب قلبك ده عايز له قلب، عايز لك قلب تاني حنين مش انا. تخيل انت، انا لسه ما طلعتش من البيضه وعامل اغنيه مكسره مصر، فالاستمرار ساعات صغير من فضل ربنا، بتاجر مع ربنا. العنب 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 ولا والتجاره مع ربنا، مش انت لازم انت تصلي بقى الظهر والعصر والمغرب، ده فرض عليك، ده فرض عليك اساسي، لكن التجاره مع ربنا، ما التجاره شامله كل حاجه. يعني ساعات اخش فرح الاقي عريس وعروسه عاملين جي، والفرح الثاني 18 نمره، فبخش عادي ارقص معاهم عادي واتصور معاهم، ودي وعلى الاقل انت بتسعدهم، فربنا بيسعدك يعني بيكرمك. يعني انت ما عملتش حاجه، انت اصلا يا دوبك انت سقفت دخلت، فالناس العريس والعروسه بالنسبه له انت حاجه جامده قوي، فانت كده كرمتهم، فدي برضه تجاره من ضمن ربنا. اعمل له ايه؟ جيت في ربنا وضاع امي، وان انا بصطوم بني ادم ابيض مع نفسه، ربنا يكرمه وهيتنه على طول. بس ادي 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 موضوع سعد صغير. يعني عايز اقول لكم ان انا ما ولا تعرف، حاسس ان في حاجه غريبه، حاجه غريبه يعني، حتى يعني يوم يومين كده تلاقيني اروح رايح على شقه امي على طول بتاع هناك، في ونس كده، وانا واخد اصلا على الدوشه مش واخد على البتاع، يعني واخد شقه في المنصوره 6 اكتوبر، ولا يعني عشان برنامج، بس عندي برنامج النهارده اروح بس 6 اكتوبر عندي فرح كده، لكن اكتر الافراح بتبقى طب مصر كده، فعلى طول بطلع سواحل حمالي على طول ببقى قاعد في شبرا الشغل الحمد لله. مش هربان ومش بمزاج على فكره، عشان برضه ما حدش يقول لك اصل ورق ومش ورق، لا انا صريح، انا كنت كل عيد بعمل فيلم. جه العيد اللي فات، العيد اللي فات دوت طبعا كان تطار نازل تطار، فجه العيد اللي فات لليسي عملنا حاجه، انا وليسي، ليسي يعمل فيلم وابوسي وانا اعمل فيلم انا وامينه. جه راح ليسي نازل، طبعا حظه السيء ان في الازرق والافلام الجامده جدا ما حدش يعرف يقف، فيلم مكلف 25 مليون مع فيلم مكلف 3 مليون ما يذكرش خالص طبعا، ففي ظلم طبعا ده، بس فانا رحت هنزل فين؟